وابقى معي بالتأكيد رامي محمد، نتحول إليه من دمنهور. ماذا لديك رامي؟ تفضل. تحياتي لك نهى ولكل متابعينا. كما تحدثت مع كريم حول هذه القرية التي وضعت على خريطة التطوير والتنمية وفقا لمبادرة حياة كريمة على هذه الخريطة التي تجوب مصر بأكملها. أنا الآن أقف بين عدد من المشروعات التي بالفعل على أرض الواقع داخل هذه القرية، قرية الأبعادية بمركز دمنهور. هذا واحد من 6 مراكز تشهد عملية تطوير كبيرة ومشروعات على مستوى محافظة البحيرة. وإذا تحدثنا عن لغة الأرقام التي دائما ما تأتي بصدق هذه الأمور والمشروعات، نحن نتحدث عن 6 مراكز بها ما لا يقل عن أكثر من 40 قرية. هذه القرى بها أكثر من 3000 تابع ووحدة محلية في هذه القرى، بها جميعها مشروعات تنتمي لحياة كريمة. وهذه المبادرة التي تقوم على عدد من المشروعات ما بين مشروعات إنشائية، مشروعات تنموية في عدد من المجالات المختلفة. نتحدث عن المرافق، نتحدث عن الطرق، نتحدث أيضا عن تبطين الترع وغير ذلك من المشروعات التي يشعر بها المواطنون منذ حديثنا معهم منذ الصباح. وإذا تحدثنا عن الموقع الذي أتواجد به الآن وهو قرية الأبعادية، وبين مشروعين من المشروعات المهمة التي تم افتتاحها اليوم بحضور السيد الرئيس، على يساري الآن المشروع الخاص بمركز طب الأسرة، وهو من المواقع الطبية المهمة، ونحن نتحدث عن أكثر من 30 موقع طبي من خلال أكثر من 40 قرية يقوم بتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والمختلفة، طب الأسرة، طب الطفل، وأيضا التخصصات المتنوعة المتوفرة هنا على مدى 40 قرية وبها أكثر من 30 موقع طبي. هذا على سبيل المثال فيما يخص الجانب الطبي، ومن خلال حديثي صباح اليوم مع دكتور أسامة البلكي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، وخلال حديثه مع السيد الرئيس اليوم حول إنهاء قوائم الانتظار هنا في هذه المحافظة والتي تخطت أكثر من 10,000 وتم التعامل معها على مدار السنوات والأيام السابقة. هذا على المجال الطبي. أما من خلفي الآن وهو أيضا من المواقع المهمة التي تم افتتاحها اليوم، وهو مجمع خدمات المواطنين. هذا المجمع والذي من الأسفل في الدور الأول منه المركز التكنولوجي، هذا المجمع الذي يقوم على تقديم خدمات للمواطنين لأكثر من 6 جهات حكومية. نتحدث عن التموين، نتحدث عن السجل المدني، الشهر العقاري، وأيضا التضامن الاجتماعي وغير ذلك من الجهات الحكومية التي يعمل هذا المركز على من خلال شباك واحد يقوم بتوجيه أغلب الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بشكل إلكتروني، وأيضا بقيام بتسهيل على المواطنين بأكثر من وسيلة. ولو تحدثنا عن لغة الأرقام الخاصة بهذا المجمع، به أكثر من 160 خدمة إلكترونية تقدم للمواطنين هنا بقرية الأبعادية من خلال هذا المركز، ومن أسفله المركز التكنولوجي داخل المجمع الخدمات للمواطنين. وأيضا بخطوات قليلة ليست ببعيدة من هذا الموقع، وهو ما دائما ترعيه حياة كريمة هنا في هذه المحافظة من خلال أيضا لقائي اليوم مع دكتورة نهى الوسيمي منسق حياة كريمة هنا في مركز دمنهور. تحدثت أن أغلب المشروعات تم تخطيط لها ورعيت الكثير من الأبعاد أن تكون قريبة من بعضها البعض على بعد خطوات قليلة من يميني الآن، وهو جمعية دار المسنين أيضا بها العديد من الخدمات للمواطنين من كبار السن. هذا من ضمن العديد من الخدمات التي تقدم هنا للمواطنين. هذا هو المشهد على أرض الواقع بقرية الأبعادية التي تعد نموذج على خريطة التنمية، نموذج ضمن المشروعات التي تقدم في 6 مراكز هنا بمحافظة البحيرة ضمن خريطة التنمية التي تجوب محافظات مصر ضمن مبادرة حياة كريمة. هذا هو النموذج والمشهد، وليك الكلمة. شكرا جزيلا لك رامي محمد من دمنهور.